انضم إلينا من كربلاء مراسلنا جاسم لهميم. مرحبا بك يا جاسم، كيف استعدت كربلاء والكربلائيون لاستقبال عيد الفطر؟ نعم زميلي، اهلا ومرحبا بك. بالحقيقه بدات الاستعدادات بمحافظه كربلاء لاستقبال عيد الفطر المبارك. هناك استعدادات امنيه وخدميه وصحيه ايضا لاستقبال هذه الزياره. فالاستعدادات الامنيه بدات من محاور محافظه كربلاء، خصوصا انه هذه المدينه سوف تستقبل العديد من الزائرين كونها مدينه دينيه ولاداء مناسك زياره الامام الحسين عليه السلام، ولا سيما ايضا الاستعدادات الخدميه. اليوم بلديه كربلاء بدات بنشر كافه موظفيها من اجل جعل مدينه كربلاء مدينه جميله وتزداد جماليتها اكثر بتواجد العديد من الوافدين الذين سيصلون الى محافظه كربلاء غدا ان شاء الله لاداء مناسك زياره الامام الحسين عليه السلام. بالحقيقه اهالي المدينه بدأت استعداداتهم تنطلق من أجل شراء بعض الملابس. بدأت الأسواق تنتعش أكثر مما كانت عليه بالنصف من شهر رمضان المبارك، وهذه الأيام الأخيرة هي لاستعداداتهم لاستقبال العيد، عيد الفطر. هناك حركة كبيرة بالشوارع كما تشاهدون خلفي هذا الشارع الآن. وقت قد يكون بعض الشيء مبكرا، ولكن سوف يكون ممتلئ هذا الشارع بعد قليل بعد فترة الفطور لجميع الصائمين. العديد من الشباب قد يكونون جاهزين لهذه الفترة لاستقبال العيد. السلام عليكم. شلونك؟ شلونك حبيبي؟ شلونك؟ استعداداتكم للعيد؟ والله مثل ما تشوفون الشارع العراقي والشارع الكربلائي انفتاح به، وتواجد العوائل الكربلائية وعوائل المحافظات أكثريتها استعداد العيد الفطر المبارك. فنشوف اقبال واسع بالنسبه للجماهير الكربلائيه والشارع الكربلائي والعوائل الكربلائيه بصوره عامه. استعداد تجهيز الملابس والتجهيز. شلون كانت حركه الاسواق؟ والله كانت حركه الاسواق بصوره عامه حلوه مع ارتفاع الدولار. اليوم استاذ جاسم احنا نشوف الدولار ارتفاع بشكل مو طبيعي. هو هسه بلش ينزل يعني. انخفاضه بصوره دنيئه، مو كالعاده يعني، وصوره قويه. فنشوف اقبال الشراء قليل هاي السنه. بس ممكن ان شاء الله يكون الشراء اكثر مما كان. فالحمد لله والشكر على كل حال. شباب تفضلوا يمي، طبعا العديد من الشباب موجودين. كل عام وانتم بخير حبيبي. وانت بخير وصحه وسلامه. استعداداتك للعيد؟ بلشت اشتريت ملابس بعدك؟ تعالوا شباب يمي. ان شاء الله يعني جاني اشتري ملابس، واحنا ملابس ما جاي نحضر نفسنا يعني. صراحه اجتمعنا احنا وش كم شباب طيبين، جاي نحضر سلاج، جاي نحضر سلاج غذائيه لليتامى وللفقراء. حلو هذه يعني الفكره. بيناتنا جاي نلتم ان شاء الله جمعيه خيريه ونسوي. ممتاز. شلون كان استعداداتكم؟ بلشتوا اشتريتوا ملابس؟ بدينا نشتري بسم الله الرحمن الرحيم. بدينا نشتري ملابس اليوم، طلعنا احنا والجماعه اصدقائي بدينا نشتري ملابس. شلون اجواء كربلاء؟ والله اجواء كلش حلوه وطالعين يوم متونس. تمام عاشت. طبعا مثل ما تلاحظون انه يعني بلشت الاجواء تنتشر بالفرحه لاهالي محافظه كربلاء. راح تكون الاجواء اجمل ان شاء الله بموسم الاعياد اللي هو موسم عيد الفطر المبارك. راح تكون حركه الشوارع مزدحمه جدا بهذه الفتره. نعم. هناك خطه للمرور وضعت لان تكون هناك عدم قطع لاي طريق داخل محافظه كربلاء. نعم، مراسلنا جاسم الهميم من كربلاء، شكرا جزيلا لك زميلي. وانتقل واياكم مشاهدينا الكرام الى مراسلنا من البصره مصطفى الشمري. اهلا بك زميلي، ضعنا في اجواء الشارع البصري من حولك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تفضل. نعم، تحية طيبة. يعني بالتالي اليوم عند الحديث حول موضوع حركة الأسواق والحركة التجارية خاصة في الأسواق الشعبية في محافظة البصرة، نرى ونشاهد هنالك حركة كبيرة جدا خاصة ما بعد الإفطار وخاصة في ليلة عيد الفطر المبارك. بالنتيجة اليوم كل عام وجميع الشعب العراقي بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. بالنتيجة اليوم هذه الأجواء هي أجواء مدينة البصرة، وخاصة نحن الآن متواجدون في سوق الجنينة أحد الأسواق الشعبية في مركز مدينة البصرة. بالنتيجة اليوم الإقبال ربما أصبح كبيرة جدا خاصة في ليلة العيد على شراء الملابس وشراء الحلوى. اليوم هنا العادات والتقاليد المتوارثة يعني على مدى سنوات يعني طويلة، أنه يقبل العوائل البصرية على شراء الملابس لأطفالهم ولأحفادهم، وأيضا على شراء الحلوى وتقديمها في أول أيام عيد الفطر المبارك. تليها ذلك بعد هنالك بعض الطقوس والممارسات هي التزاور وما
وما شابه ذلك ما بين الأهل والقرب يعني الجواري. اليوم بالنتيجة اليوم يعني حركة الأسواق هي حركة كبيرة جدا، خاصة يعني اليوم هو يعني في ليلة عيد الفطر المبارك، هنالك زخم كبير من قبل المواطن. بدأت العوائل الآن العوائل البصرية بالاتجاه نحو الأسواق التجارية، وخلفي المشهد هو يتكلم عن يعني حجم المواطنين وحجم الناس الذين ربما يقبلون على شراء هذه الملابس أو للتبضع وشراء الحاجيات الخاصة بالعيد الفطر المبارك. بالنتيجة اليوم الكل يتمنى يعني الأمان للشعب العراقي، الكل يتمنى الخير والبركة والصحة والسلامة. حركة الأسواق ليست فقط في العراق في البصرة، بل على جميع محافظات العراقية حركة ربما تكون انسيابية، ويقبل الكثير من المواطنين بعد يعني بعد الإفطار على الدخول إلى الأسواق التجارية وللتبضع. بالنتيجة اليوم هذه عادات وطقوس وتقاليد تمارس سنويا في يعني بعد عيد الفطر المبارك. بالنتيجة اليوم الكل يتطلع إلى يعني إلى الحركة التجارية وإلى أيضا الكثير من الأمور الخاصة بالتحركات التجارية للمواطنين. نعم ربما هذا العيد ربما يكون مختلفا تماما، لأن الأسواق التجارية ربما بعض الأسعار بها مرتفعة بالكامل بسبب ارتفاع الدولار، والذي أثر بشكل كبير على حياة المواطن. بالنتيجة اليوم هذه الأجواء أجواء سعيدة، وأجواء ربما تكون يعني تضج بالمواطنين في الأسواق التجارية وجميع الأسواق التجارية في محافظة البصرة، بل حتى في العراق وباقي المحافظات العراقية مليئة بالمتبضعين والمواطنين، خاصة بعد يعني الإفطار. نعم، مراسلنا من البصرة مصطفى الشمر، شكرا جزيلا لك زميلي.